If you are sure, are we sure that it is cancer stone? No, we are not sure. But this large size, as with this halo of translucency, denoting that there is ulcer and there is something inside the ulcer bulging from the fluid, denoting that there is swelling defect, it means that it is malignant. Other investigation, other GR and biopsy. And treatment according to operable radical gastrectomy and operative palliative resection and radiology operation. بس التلغرافات مش هتقعد تحكي كل المطلوب انك انت تبقى عارف وقاري ومذاكر بس مش اكتر. عايز اقول لحضراتكم ان ال 100 درجه بتوع الاكس راي دول يعني تقريبا هديه لكل الناس. ما فيش حد بينقص فيها لان زي ما شايفين حضراتكم كده بنرجع لكم مراجعه خايبه ب 100 فيلم ولا 200 صوره يعني كلام فارغ جدا والاسئله كلها دايجنوزس وانفستيجيشنز وما فيش امكانيه ان حد ينقص الا اللي هو ما حضرش مثلا خالص مكبر مش في دماغه ما قراش مش ما ذاكرش اصلا كده يعني ودول مش موجودين الحمد لله في مستوفى يعني. لا مش موجودين. انا حطه في العوني برضه مش موجودين. الريجولار فيلينج ديفكت تاني صوره ليه برضه احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ايه؟ ادي الليفل بتاع الكوبيلا والديافرام يا جماعه. شايفين اللون الاسود ده؟ وبداية الخط ده الكوبيا والدافرام وادي الستومك وادي جاستريك اير بابل اهي. وبعدين هنا الجاستريك بروجين المرحلة اللي احنا متعودين عليها دايما تمام. وبعدين على لسه كيرفيتشر هنا الدنيا مش ماشية زي ما المفروض تمشي. المفروض ان الدنيا تمشي كده لغاية البايلوريك كانال. لا هنا عند البايلوريك انتر في فيلم ديفكت موستلي هيكون فانجيتنج ماس or something attached to the wound, هيكون tumor or cancer. فcancer pylorus or cancer stomach should be suspected in this X-ray. Other investigation برضو in other GI and pills. Another, this is the level of the copy of the, احنا تحت الكوبي ده يعني مفيش هيدا سيرن. تمام، ادي الجريتر كيرفيتشر ماشي زي الفل مفيش حاجه لغايه هنا. هنا في قلق، الدنيا هنا مش حلوة، مش كده؟ يعني في ريجولاريتي مش مكمل كويس، تمام. على لسه كيرفيتشر ماشي كويس مكمل بايلوريك انترم اللي هي الحتة دي، وبعدين بايلوريك كمان هنا كويس، لكن هنا برضه الدنيا في something abnormal هنا، في filling defect. This filling defect mostly cancer stone. كل الافلام اللي انا قلتها لكم لغايه دلوقتي كويس تيجي الامتحان. باريم مين الليفل بتاع الكوبري او الافلام مش الحقيقه مش عارف احدده قوي لكن زي ما احنا اتعودنا ادي اللي هو الاندو اوف الاسوفيجاس وادي شويه بروجين كده خايمه مش باينه وادي جاستريك اير بابل. الليسر كيرفيتشر والجريدر كيرفيتشر مشدودين شويه مشدودين شويه ما فهمش ابنورماليتي ما فهمش ريجولاريتي لكن مجنونين مش هم ده الطبيعي بتاعهم واصله للكلام اللي يعني ده مشخص لايناتس بلاستيكا بس اي ثينك ان الفيلم مش ديسكرايبنج الليجن يعني ده فيلم مش قوي. باريم ده فيلم جميل جدا. باريم مين؟ خدوا بالك الفايندنج نمرة واحد الاستومك الجزء الكبير اللي فيها the largest number the largest part of the stomach is stretched downward and evacuated by this stretch and this is the lesser curvature normal and ending on tapering part denoting stretch and this part is the filling defect
the lower part of the pylorus or lower part of the body of the stomach. This spelling defect may be malignant, may be leiomyoma, benign tumor, or maybe foreign. These are the differential diagnosis. Differential diagnosis for this spelling defect is benign tumor, leiomyoma. The most common benign tumor of the stomach is leiomyoma. Athene, any leiomyoma? And benign tumors arising from the smooth muscle. Rhabdomyoma, benign tumors arising from striated muscle. Now, طبعا نقولوا عارفين الكلام ده بس يعني برضه ايه العادة الفرق. تمام؟ يبقى إذا الليوميوما is the commonest benign tumor of the stomach. Or malignant, making malignant. Or vessels. What about those vessels? عارفين vessels كلهم. Vessels دي locally formed foreign bodies في الستومك. Vessels locally formed foreign bodies في الستومك. في trichovessels يعني ممكن يسألك differential diagnosis ويوصلك بالاسئله لان ده foreign body. يسألك او يسألك سؤال مباشر. Types of foreign bodies of the stomach. تقول اللي فيه locally formed trichovessels وphytovessels. Trichovessels وشلك. عارفين الكلام ده ولا لا؟ مفاجأة ليكم. Trico يعني وفايتو بلانتس. الناس اللي بياكلوا حاجات فيها الياف كتير. بلانتس. Phytovessels due to frequent fiber food intake and trichovessels in insane. الناس اللي هم يعني شوية رايحين هناك ممكن واحدة تقعد تعض شعرها وتاكله يعني. ده برضه ممكن يعمل trichovessels. وممكن بعض الناس اللي هم الادكتس عندنا في مصر الشلك ده مش موجود بره عشان كده ممكن مش في كل الكتب مكتوب. ده الناس كانوا اللي هم بيضربوا سبيرتو كان يبقى هو اتعود يشرب سبيرتو. السبيرتو ما عادش موجود. السبيرتو اللي كان بيبقى متاح للصناعيه زمان اللي هو بيبقى ازايز كده بيبيعوه مخلوط بماده زي بتاعت الجمالكه اللي هي بتاعت يعني فكانوا بيضربوه. المشكله انه في الاستومك جزء الجامد منه بيعمل ماس دي اسمها الشلك. دي فورين بودز لوكالي فورين فورين بودز في الاستومك. اوكي اوكي ايه الاشعاعات بتاعه الاستومك؟ الاستومك اهم اشعه من اللي احنا شفناهم دول. طبعا كل الديزين الاستراكشن مهمه جدا. برضه الكارب المناسكه الساين مهمه جدا. اوكي الاي ار سي بي الجهاز نفسه التيوب نفسها شكلها حرف من حروف الايه؟ الاشعه. اول ما تشوف ده تقول ده دي الاي ار سي بي تيوب. The letter from the letters you have to read it. This is the ERCP tube. Okay? This ERCP passing through the stomach from the mouth to the esophagus to the stomach and duodenum and bowl of water and passing the tube through the ampulla of water to the common bile duct and injecting dye through the common bile duct to denude the common bile duct and intrahepatic biliary radicals. And X-ray finding, number one, you have to say that it is ERCP.
Number two, there is normal common bile duct or dilated common bile duct. Number three, if there is filling defect or not. Number four, if there is dilatation. Be so clear, man. This is my bad. Number four, if there is dilatation of the intrahepatic biliary reticles or not. Okay? The intrahepatic biliary reticles at the center is dilated. Here it is dilated, the one of the letters. It is dilated intrahepatic biliary reticles to some extent. This is the normal biliary reticle diameter. This and this. This and this. But this part is dilated intrahepatic biliary reticles. Okay? There is filling defect at the lower part of the common bile duct. This filling defect, it depends on, is it post-operative or, okay. If there is post-operative or not. If it is not post-operative, usually stool in the common bile duct. If it is post-operative, it may be gas bubble. It may be gas bubble. يعني لو قال لك it is post-operative, هو نفسك قال لك post-operative film. عشان كده خدوا بالكم يا جماعة ساعات. في الهيدر بتاع السؤال, sometimes within the header of the question, there is some data help you to reach diagnosis. Like this film, if he told you that it is post-operative film, you have to consider that it may be gas air bubble, and the other investigation needed to exclude this diagnosis, it is elevation of the foot of the table and taking a picture from different positions. If it is air bubble, it will be moved upward according to the level of the foot of the table. It is not ERCP. It is not ERCP, it was a mistake on the diagnosis here. What about the X-ray file? We saw that dilated common bile duct. You can say, you see the dilated common bile duct was very thick, and you can see the gallbladder, dilated gallbladder, or normal gallbladder, not dilated. Intrahepatic biliary reticles within normal. The dilatation reaching to the common hepatic ducts only. مش دي كل الفايندنج اللي انت شايفينها ولا انا بقول حاجه مش شايفينها؟ باينه جدا مفيش فيها. كويس. طيب هي الضاي تيجي هنا ازاي يا جماعه؟ الضاي توصل هنا ازاي؟ يا اما عن طريق الانترافينس كولانجيوغرافي. انترافينس كولانجيوغرافي يعني احقن له ضاي و10 دقايق اللي هو البيليغرافين و10 دقايق واصور, يا اما عن طريق بي تي سي بيركوتينيوس ترانس هيباتيك كولانجيوغرافي ووصف. يبقى اذا ده يا اما بي تي سي يا اما انترا هيباتيك سوري انترا فينوس كولانجيوغرافي. لكن اي ار سي بي يبقى اي ار سي بي وسحب المنظار, يعني حقن وسحب المنظار. البي تي سي اللي هو البيركوتينيوس ترانس هيباتيك كولانجيوغرافي برضه ابره وسحبها. لكن مفيش حاجه هنا تخليني اقول ده اي ار سي بي. فده اكس راي يعني لو جاتكم او طلبتوا له يعني لازم تكون مايند بانه ما هو ما تقدرش تقول اي ار سي بي من غير ما تكون المنظار باين. لكن تقدر تقول ان ده ممكن يكون اي ار سي بي, ممكن يكون بي تي سي, ممكن يكون انترافينوس كولانجيوغرافي. في فيلينج ديفكت